يعني من اولا كل سنه طيبين، واحنا يعني بنرحب، احنا احسن احنا جينا هنا بناء على دعوه من السيد المحافظ وبدايه جوله لينا. احنا اول بلد نتحرك منه ونبدا بيه في الصعيد كبدايه، فقلنا نبدا ببني سويف على اعتبار ان ماليها من الفتره الاخيره من تحقيق بعض المشروعات الكبيره، وفي مشروعات كبيره بتتعمل حاليا، ونلتقي من الناس ونحسسهم ان احنا فعلا الحكومه بتسعى كده، لان الحكومه والقياده السياسيه كلها والناس كلها بتسعى لتحقيق الرفاهيه، ونوعا تحسس المواطن ان الحكومه فعلا جاده في تحقيق مشاريعهم وفي تحقيق امالهم ان شاء الله، طبعا بالقدر اللي احنا نقدر نعمله وبخطوات يعني باذن الله مخطوطه ومرسومه ان شاء الله هنسعى ان احنا نحقق لهم اللي هم عايزينه. فعشان كده احنا بدانا بس في الاول نقول للناس ان احنا يعني موجودين، وان احنا ان انتوا في اذهاننا، وفي وان احنا بنشتغل كل الفتره اللي فاتت دي علشان خاطر نعرف نيجي هنا نسمع مشاكلهم ونضع الحلول المناسبه ليها بقدر الامكان، وهنقعد مع الساده نواب مجلس الشعب على اساس ان هم عين الحكومه في كل مكان، وان هم نعرف ان هم ايدينا في ايديهم، ونقعد مع المجالس المحليه ويعرفوا ان احنا معاهم قلبا وقالبا، فاحنا في كل المشاكل، واحنا على اتصال معاهم بصفه يوميه بنحل المشاكل المتاحه بالنسبه لهم هنا وعندنا، وفي تواصل ما بين بعض الوزاره في الوزاره بعض الاقسام متصله بيهم لحل مشاكل الجماهير سواء في بني سويف او في اي محافظه، والوزاره بصوره دايمه. فبالتالي احنا ان شاء الله جايين نشوف الحاجه على الواقع واثرها النتائج بتاعتها، عشان نعرف نقيم تجربتنا ايه هي وصلت لغايه فين. سيادتك النهارده هيكون في ان شاء الله دوله تفضيليه سواء محطه الصرف الصناعي والغابه الشجريه ومنطقه بلاد العرب وغيرها من المشاريع الهامه، يعني حضرتك يعني تقدم بيانات او معلومات عن هذه المشاريع الهامة. والله يا فندم احنا يعني بالنسبة للمشروعات عندنا في بني سويف أو بصفة عامة في الصعيد، إحنا الفترة اللي فاتت إحنا استكمال للحكومة السابقة. الحكومة السابقة أنفقت ما يقرب من تقريبا من 76 مليار على أساس إن هو الحكومة للمحافظات كلها في مجال الصرف وفي مجال المية وفي مجال الزراعة وفي مجالات مختلفة من وزارة خلال وزارة التنمية. فاحنا من استكمالا ليها جايين في مشروعات تمت في بعض المحافظات كبيره بقروض في زي سوهاج وقنا، وبالتالي صارت فيها مبالغ كبيره اتصرفت وبشوف بواقع، وفعلا في مشروعات تم انجزت هنا، في مشروعات تمت بمشاركه شعبيه والحكومه شاركت فيها والمحافظه شاركت فيها. فبالتالي احنا جايين هنا نشوف برضو مشروعات الصرف اللي اتعملت محطه معالجات الميه اللي اتعملت هنا بمشاركات شعبيه، وده شيء بالعكس احنا عايزين نعلنه للكل عشان الناس تعرف ان احنا ان الناس ان هم اساسا هم اللي خلوا الحكومه تجي لهم لغايه عندهم وتقول لهم وتساعدهم في اللي هم عايزينه، لانه هو لما يبدا المواطن يحسسنا ان هو فعلا عايز يبقى ايجابي، فاحنا هنكون ايجابيين اكتر منه ونساعده ونوصل لغايه عنده.